ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 27 بعد 100. نتناول آيات من سورة الأعراف، نتناول بعض آداب المسجد. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان دايما عايزنا نتعرى، إنه يراكم هو قبيل حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. نحن نستتر، بنغطي نفسنا بالليل وبالنهار من الشياطين، وأنا لوحدي في البيت بلبس هدومي كاملة. الست بتصلي لوحدها لابسة هدومها كاملة ومغطية شعرها، مش تقول أنا بصلي لوحدي بقى أصلي زي ما أنا عايزة. لا، لو انكشف من المرأة وهي تصلي أكثر من 4 صوابع فوق الكعب وهي بتصلي لوحدها وقافل عن سال الباب، صلاتها بطل. نحن نستتر من الشياطين، خلاص. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولك عند كل مسجد جديد دعوة مستجابة، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الله سبحانه وتعالى يريد أن يربطنا بالمسجد. خلي بالك بقى، نلبس حلو وناكل حلو ونروح الجامع. قال تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ يعني ما أقدرش الترنج بتاع النوم، في ناس تيجي تروح الجامع وفي ناس ما بتروحش الجامع غير يوم الجمعة، وقايم يوم الجمعة على صلاة الجمعة وجري على الجامع بعبله كده، مع إن يوم الجمعة ده هو عنده غسل الجمعة ولازم يقص ضوافره قبل الجمعة ويشيل شعر الإبط والعانة قبل الجمعة ولازم يلبس أحلى ما عنده قبل الجمعة ويعطر نفسه قبل الجمعة، وفي حاجة أهم، إنه يحط في بقه حاجة قبل ما يروح الجمعة. يعني يحط بقه حاجة، يعني لازم يحط بلحة، تمرة، معلقة عسل، شربة ماء، لازم يغير ريحة بقه. إيه الكلام ده؟ جبته منين؟ أهو: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، البس أحلى ما عندك، أحلى بدلة، أحلى جلابية، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وانتوا رايحين المسجد، ولا تسرفوا. بس ولا تسرفوا، ما تاكلش قوي، يعني ما تقعدش تاكل 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 هتروح تنام بقى. ولذلك الناس لما بيجوا مثلا في صلاة العشاء في رمضان والقيام، المفروض ان هو ياكل حبة صغيرة عشان يعرف يصلي. طب لو ملى بطنه قوي مش عارف يصلي. عشان كده بقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قبل ما تخرجوا الجامع البسوا كويس وكلوا واشربوا، حط حاجة في بقك قبل الجامع. ناس كتير قوي ما تعرفش الكلام ده والله. ولذلك تجد الناس في يوم الجمعة قايمة من النوم راح الجامع فكلها ريحة بقها مش مظبوطة. أقول لهم والله العظيم أنتوا لو صحيتوا بدري وقصيتوا ضوافركم وعملتوا غسل الجمعة قبل الجمعة وشلتوا شعر الإبط والعنة قبل الجمعة ولبستوا احلى ما عندكم وحطيتوا العطر وحطيتوا حاجه في بقكم قبل الجمعه، والله العظيم لا يستقبلكم الله احسن استقبال. طب انت، انا هتزوق واشيل شعر الابط والعانه واقص ضوافري يوم الجمعه والبس احلى ما عندي واتعطر واروح اخد من ربنا ايه؟ تفتكر لو انا قمت من النوم كده رحت جاري على الجامع، ولا وانا عمال استعد للقاء الله؟ طبعا انت ربنا عندك قد ايه؟ قيمه ربنا عندك قد ايه؟ بتحب ربنا قد ايه؟ انا لو رايح اقابل لا قدر الله واحده، شاب رايح يقابل واحده هيتزوق ويلبس احلى ما عنده، هل ربنا سبحانه وتعالى عندك اقل من انك رايح معاد؟ لو واحد فينا رايح لمعاد مع وزير او مع رئيس دوله، مش مفروض ان هو بيلبس احلى ما عنده ويتزوق؟ يا اخي ربنا اعظم، والله العظيم ربنا اعظم. واذا اردت ان تعرف مقامك عند الله انظر الى مقام الله عندك. وانت رايح لربنا شكلك ايه؟ وانت رايح لربنا شكلك ايه؟ لا، وبقى ومش بس الناس رايحه من غير ما تقص ضوافرها ومن غير شعر الابط والعانه ومن غير مسواك ومن غير ما تغسل سنها بفرشه، لا ده رايح لربنا كمان ماشي زي العيان كده وعمال يزحف في الارض وبكرش. ايه ده؟ هو انت جاي جامع ولا جاي مستشفى يا اخي؟ امشي مشية النبي، امشي مشية النبي كده، كان رسول الله يمشي كانما يتحدر من علي، يمشي في عزه. انت اصبحت والله العظيم، والله العظيم ببص للناس وهي داخله الجامع كده كلها عيانين، هي الجوامع بقت مستشفيات، كل المسلمين بقوا مرضى، مفيش حد حاسس بعزة النبي، ولا حد ماشي مشية النبي، ولا حد جاي مستعد للقاء الله كده ومتطهر ومتعطر وجاي قاعد يقرا سورة الكهف قبل الجمعة. ايه اللي جرالنا؟ في ايه؟ ولما انت كده مش مستعد للقاء الله وجاي كده والراجل هيقيم الصلاة نصلي ركعتين، طب عملت ايه؟ ايه الفيلم اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وبعدين واحد مره بصفصه ايام النبي فجه الجامع بهدوم رصه مش جديده كده، والنبي عارف ان هو غني، فقال له يا هذا ما عندك ثوب غير هذا؟ ما عندكش هدوم غير دي؟ انت جاي الجامع بهدوم واحده ليه كده؟ فقال له لا عندي يمانيه وعندي شاميه وعندي قطيفه حمراء وعندي. قال له سبحان الله، ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبدي. واما بنعمه ربك فحدث، ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبدي. ربنا رزقني يا اخي، تعيش الفقر ليه؟ فلان كان بيلبس جلابيه مرقعه وفلان كان، طب بس انا ربنا رزقني. طب ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبدي. سامعين؟ عشان كده بيقول قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. يعني جاء رجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني احب ان يكون مظهري طيبة ولبسي حلو واكلي حلو، افي ذلك حرمة؟ فقال قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. انا بشتغل جامد قوي وبتعب جامد قوي وبعبد الله صح، ولما اكل اكل صح، ولما البس البس صح، ولما امارس رياضة امارس رياضة صح، اعمل كل حاجة صح. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. مين؟ يعني واحد يجي الجامع بهدوم ريحتها وحشة ومقطعة، أو واحد مثلا صناعي جاي بهدوم ريحتها وحشة. ودايما الصناعية الصناعية ربنا يكرمهم يا رب بيجدوا إن الجامع ملاذ، بيشتغل وجي صلاة الظهر صلاة العصر أي صلاة يجري على الجامع يخش الحمام يفك نفسه وبعدين يصلي وهدومه متوسخة، اللي عليها زيت واللي عليها نقاشة واللي عليها شحم يعني أنا شفت في الجوامع حاجات يعني أجرك الله. ففي واحد راح كده كان حداد دخل الجامع فريحة الثياب بتاعته وحشة، لدرجة الراجل كان بياع فسيخ، فريحة هدوم وحشة جدا وحشة جدا، لدرجة إن هو لما كان الجامع طويل أوي لما كان يجي يصلي في أول الصف وأنا أشوفه أروح رايح في آخر الصف، لأن لو صليت جنبه مش هركز، ريحته وحشة جدا. وطبعا الريحة وحشة ده يعني ممكن يكون واكل بصل ني ريحته وحشه، ممكن يكون ريحه شرابه معفنه، ممكن يكون هو بيدخن فريحته يعني سبحان الله. ربنا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، زينه فرشه سنان ومعجون، زينه عطر، زينه هدوم حلوه. فالراجل الصنايعي ده داخل بالهدوم بتاعته كده، فالرسول قال له يا هذا اما عندك ثوب غيره؟ ما عندكش ده غير ده؟ قال يا رسول الله عندي. قال ما ضر احدكم لو جعل ثوبا لحرفته وثوبا لمسجده. يعني ايه ثوبا لحرفته وثوبا لمسجده؟ يعني انا دلوقتي في الغيط وبعزق وبنظف للحيوانات للبهايم وبنظف الزريبه او الحظيره لما اجي اصلي في الجامع اقلع الجلابيه دي والبس جلابيه حلوه اصلي بيها. ما ضر احدكم لو جعل ثوبا لحرفته وثوبا لمسجده. موضوع يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عاوزين نعلمه للصناعيه، عاوزين نعلمه للشباب، عاوزين كل واحد فينا يستعد لما تروح الجامع كده. والله العظيم اما كنت اروح الجامع بقى كده عند الشباب الملتزم ده، كل شاب خارج قصص شعر قصص ضوافره قصص شعر الابط وشعر العانه ولابس لبس حلو حاطط عطر، والله العظيم تتخيل ان انت في الجنه، ده حاطط ورد وده حاطط مسك وده حاطط ياسمين، ايه ده؟ وقاعدين بقى يقروا قران كده. تتخيل بقى ان انت في الجنه والملائكه حاضره، مجلس 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 مسجد ربنا، مسجد كده في ريح ايمان، مسجد فيه ناس يعني تحب ان تكون معهم. لكن ناس ثانيه بقى ده جاي ريحه شرابه معفنه وده جاي. وبعدين في بعض السيدات بيتخيلوا ان الحجاب والنقاب معناه ان انا ما سرحش ما نضفش نفسي ما اشيلش شعر الابط والعانه، لدرجه ان بعض السيدات ما بتشيلش شعر الابط والعانه الا عند الجواز بس. لا والله العظيم بيتشال كل شهر كل 40 يوم لازم تنضف شعر الابط شعر العانه قص ضوافر وتسرح شعرها. مش معنى لابسه حجاب ولابسه نقاب ابقى انا ريحتي وحشه ومعفنه ايه ده؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ده المسلم ده انضف الناس واعطر الناس واطهر الناس. انا مش بلبس حجاب ونقاب فوق شعر اكرت او ما سرحتوش، لا المسلمه بتسرح كل يوم وتنظف نفسها، متجوزه مش متجوزه، بنت مش بنت، مطلقه جوزها ميت، لازم دي نظافه عامه. السيده عائشه رضي الله عنها لما مات اخوها عبد الرحمن بعد ما مات النبي كمان بعد 3 أيام مست الطيب حطت عطر وقالت والله ما لي به حاجه ولكن رسول الله نهى عن الحداد فوق 3. يبقى اذا المراه تتعطر وتتسرح
وتنظف نفسها وتشيل شعر الابط والعانه، متجوزه مش متجوزه، جوزها موجود جوزها ميت جوزها مسافر، لازم تنظف نفسها لله، لازم تنظف نفسها. اللي ريحه شرابه معفنه بيعمل ذنوب، لازم ينظف نفسه كل يوم، ينقع رجليه في ميه بخل بليمون ويحط عطر معطر ما بين صوابع رجليه كل يوم، انما يخش بشرابه كده بالكيفيه دي ويطبع الجامع وناس تسجد تكره ربنا ليه؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. ان شاء الله نلتقي في حلقة قادمة من روضة القرآن، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي اني ببابك، مولاي اني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ